في بلادي يذبح الإنسان فينا 1000 مرة دون ما موت محتم، ثلمة السكين حالت دون إسكات الضحية، كي يعاد الذبح باسم الدم تارة، باسم قدح للمقامات العلية، باسم حلم قد تعدى الواقعية، أو يعاد الذبح كرها فيك إن كنت تقية، أو يعاد الذبح فيك كرها إن كنت تقية، أو يعاد الذبح زعما أن في اسمك عنصرية، بل وأمك أعجمية، جدها جاء يقدس ثم وافته المنية، أو يعاد الذبح باسم الحب تارة تعشق القدس وتهواها ملية، أو يعاد الذبح شكا في ولائك والهوية، لم تشارك في احتفالات الزعيم كما البقية، لم تشارك في احتفالات الزعيم كما البقية، لم تبارك، لم تضع بعد الورود بباب بيتك يا عطية، لم نرى منك القصيدة والمقالة والهدية، أو يعاد الذبح خوفا منك أن تغدو غنية، حر مالك قد يؤدي للتفكر بالقضية، نحن خططنا لتبقى دائم السعي شقية، جل وقتك أن تفتش عن لقيمات المعيشة أو علاج في المشافي أو دواء في الصيدلية، تستدين من صناديق القروض الربوية، تستدين من كل الجهات العائلية، وهنا بعض فتات من صناديق المعونة أو صناديق الزكاة الهامشية، تعبر الدرب تفكر لا تكلم غير نفسك، بل تتمتم هل أضيع من أعول؟ كل ما في الأمر أن قد جعلناهم بفكرك أولوية، أو لتختر باسم ماذا سوف تذبح، هل تصدق؟ أنت حر في اختيارك؟ قم تمتع بانبهار والتذق طعم التحرر قبل موتك يا عطية. الله غالب.